أهلا وسهلا بكم يا حضرات. النهاردة عندنا practice question للـ SAT وللـ ACT، واحد من الكلاسز القديمة بتاعتي، وجبت لكم السؤال ده منه من official SAT. Test number 1, question number 19. Please like الفيديو ده في أوله and share it. Don't forget to subscribe. إن شاء الله هنتفرج مع بعض دلوقتي على الفيديو. هو تقريبا 6 دقايق كده ونص. هنشوف مع بعض ازاي نحل number 19، وهنتعلم هاك مهمة جدا بتاعت الانترودكشن والconclusion هاك، واحدة من الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نعرف الاجابة سريعا في الامتحان لو مش فاهمين 100%. Also بنسميها location hack. يلا بينا شباب، let's watch together. Authors refer to work by Kammerer and others for line 56 in order to. ده يعتبر سؤال specific. المفروض ان احنا نعرف نحله. الا اذا كان وراه. مفيش وراه. اللي وراه بتاع الجراف. خلاص يبقى نحله. طيب هنا نقدر يا شباب ان احنا نبص على السؤال ده ونقول ان احنا لسه شايفينه النهارده في السكيل بتاعت اللاست ووردز، والنوع ده من الاسئله وهنراجع السكيل بتاعته تاني ان شاء الله بيبقى على طول له 3 ستيبس. ستيب الاولى يا محمد ان احنا بنقسم الاجابات لاثنين، الستيب الثانيه ان احنا بنكمبير الفيرست ووردز، الستيب الثالثه يا فارس ان احنا بنكمبير اللاست ووردز. اوكي على طول بنحل السؤال ده بالشكل ده. طيب تعال نكمبير اولا الفيرست ووردز. اول واحده بيقول لي offer، وبعدين بيقول لي introduce, question, وsupport. offer joker word، كلمة عادية كويسة جميلة. introduce زيها زي offer، joker word كويسة ما فيهاش أي مشكلة. طيب question معناها بيشكك في حاجة، صح؟ مش قلنا كده؟ to question something بتشكك فيها. support يعني دعم. طب مش نقدر نقول إن offer وintroduce وإلى حد ما support يعتبروا similar، وإن question دي الوحيدة اللي opposite معاهم هي الوحيدة اللي negative، فممكن أقول إن سي احتمال تبقى غلط. وهنا من ضمن الأخطاء الشهيرة اللي ممكن تعملوها في الإكزام إنك أنت تقعد تفكر يا نادر وتقول طيب هي سي دي opposite مع دي بس؟ ولا هي opposite مع التلاتة؟ طب ما هي opposite يعني يمكن تبقى حلوة؟ يعني أشطب عليها؟ ولا يعني أشوفها؟ مش مهم، ما تضيعش وقت، المهم إنك خدت بالك من العلاقة ما بينهم. أشطب عليها دلوقتي. وخلي في بالك انك شطبت عليها يا عبد الله، لان هي كلمه نيجاتيف بتقول ان هنا بيشكك في الموضوع ده. هنرجع دلوقتي للسيتيشن، لقيته بيشكك يبقى دي الاجابه على طول. طب لقيته مش بيشكك يبقى الاجابه دي كانت غلط زي ما احنا قلنا. يبقى ما تضيعش وقت في الامتحان في محاوله يا ترى دول سيميلر يا ترى دول اوبزيت، طالما خدت بالك ان في حاجه هنا علم عليها اختارها صح او غلط وارجع بص على السيتيشن. طيب قبل ما نبص على السيتيشن تعالوا ناخد مفتاح تاني معانا. هو هنا في لاين 56 الاوثرز بيتكلموا على الكلام ده ليه؟ علشان يدوني اكسبلانيشن شرح، ولا علشان يعملوا ارجيومنت يبتدوا ان هم يأوحوا ويثبتوا ان الكلام ده غلط، ولا علشان يقولوا لي على نيه بتاعت حد يشككوا في نيه حد future time scale، ولا علشان يعملوا لي conclusion يوصلوا لاستنتاج؟ يبقى تعالى نرجع للاين 56 معانا كل المفاتيح اللي قلنا عليها دي. طيب ماشي، انا معلش هشيل بس اللي انا كاتبه ده هنا عشان تبان شويه بالنسبه لنا. اوكي احنا عايزين الحته دي اهي. According to Kammerer 1988 and others, gift giving represents a symbolic ritual whereby gift givers attempt to signal their positive attitudes toward the intended recipient and their willingness to invest resources in a future relationship. مبدئيا بيقول لك willingness و future يبقى دي شبه كلمة motive، ولكن هو هنا كان بيشكك. حد فيكم شايف ان هو بيقول ان دي حاجة غلط او وحشة او حاجة في السنتنس؟ خالص، هو هنا بيوضحها لي بيشرحها لي. طيب يبقى motive موجودة بس question هي اللي مالها غلط. يبقى ممكن نرجع هنا ونقول ان كلمة motive دي كويسة بس question دي غلط، contradiction. يبقى الانسر C غلط. طيب هل هنا بقى كان بيعمل لي explanation ولا argument ولا كان بيوصل لconclusion؟ تعالى نرجع كده. According to الراجل ده and others. مبدئيا هل تفتكروا دي conclusion؟ لا دي مش conclusion. Why؟
لو conclusion للباسج كلها هتبقى في آخر paragraph. طيب ولو conclusion للparagraph هتبقى موجودة فين؟ في نهاية الparagraph اللي هي ال closing sentence. طب دي موجودة فين؟ في نص الparagraph. طب استنى كده وركز. هو الباسجز بتاعت الريدنج باسجز كاتبها طالب خيبان ولا كاتبها كاتب مشهور محترم؟ طب والكاتب المشهور المحترم لما يجي يكتب paragraph هيكتبه أي كلام ولا هيكتبه بطريقة الناس المشهورة المحترمة؟ طب والناس المشهورة المحترمة بتكتب الparagraph إزاي؟ introduction في أول الparagraph، explanation في نص الparagraph، conclusion في نهاية الparagraph. هنا دي ما ظنش إنها conclusion، مفيش أي حاجة من الكلمات اللي موجودة أو من مكانها يدل إنها conclusion. طيب هل هي argument؟ لا، أنا مش شايف إن هو بيقاوح أو بيجادل أو بيقول إن في أي حاجة غلط خالص. أمال دي إيه؟ بي offer an explanation. explanation لإيه؟ طب إيه اللي يخليك تعرف إنها explanation؟ كلمة زي according. بص اللي قبليها. Why do gift givers assume that gift price is closely linked to gift recipient's feeling of appreciation? خد بالك من دي. ليه؟ ده سؤال. طب الإجابة إيه؟ Perhaps gift givers believe that bigger gifts convey stronger signals. Perhaps دي مش إجابة. Perhaps يعني إيه؟ يمكن، احتمال. طيب على أساس إيه الاحتمال ده؟ اشرح لي. According to الراجل ده gift giving represents a symbolic ritual. طيب في تاني هنا يدل إن في explanation؟ whereby. فاكرين whereby زمان في الجرامر كنا بنقول معناها ايه في 5.5 joining word؟ اللي بعديها بيشرح ازاي اللي قبليها حصل. يبقى whereby دي joining word المفروض تعلم عليها، تاخد بالك ان اللي بعديها شرح. طب ازاي الكلام ده حصل؟ whereby بقى gift givers attempt to signal their positive attitudes toward the intended recipient and their willingness to invest resources in a future relationship. كل ده شرح. يبقى offer an explanation. Okay, super people. يا رب تكونوا استفدتوا من الquestion بتاعنا النهاردة. We took a couple of important hacks. قرينا مع بعض. I hope it's clear. Don't forget, like, share, and subscribe. Follow us على الفيسبوك as well. السلام عليكم يا حضرات. See you in the next one.